السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من الـ AZ700 Azure Network Engineer. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن البيلينج وعرفنا انه من خلاله بقدر اربط شبكاتي سواء اللي جوه نفس الريجون او من ريجون مختلفة. يعني لو شبكاتي مبنية في داتا سنتر في كندا وعندي اكتر من VNet، فبقدر انه الـ VNet كلها تشوف بعض باستخدام البيلينج. وبرضو لو شبكاتي مبنية في جزء منها في الهند وجزء في كندا وجزء في كوريا وتيفر، أنا برضو بستطيع من استخدام البيرينج إنه بقدر أربط شبكاتي كلها اللي جوه ريجونز مختلفة مع بعض، وده بيبقى اسمه الجلوبال بيرينج. إحنا قلنا في الفيديو اللي فات إن إحنا هنعمل الجلوبال بيرينج بإيدينا علشان نفهمه أكتر، وعلشان نفهم أكتر يا شباب خلينا نسأل نفسنا السؤال التالي: هو إيه اللي بيتم أصلاً لما بروح أقول إني هعمل بيرينج؟ اللي بيتم ببساطة شديدة جدا، وخلينا نشوفه مع بعض. لو روحنا كده على البورتال بتاعتنا هلاقي ان احنا عندنا اكتر من VNet، واحدة موجودة في الـ SQS، واحدة موجودة في كندا، والتانية موجودة في كوريا. كل VNet خلاص هي شايلة السبنت بتاعها سواء واحد او اكتر من واحد. باي ديفولت الشبكات دي مش شايفة بعض، ازاي اقدر اخليهم يشوفوا بعض؟ احنا قلنا بنستخدم البيرنج. قبل ما نستخدم البيرنج خلينا نروح كده على الفينت اللي اسمها فينت سي، وادخل كده عليها على البيرنج مش هلاقي اي عمليه بير بينها وبين اي شبكه. وقلنا انه في حاله اني محتاج اضيف بير او محتاج اربط الشبكه دي مع شبكه تانية، انا كل ما عليا ان انا بقول اد وببدا اني بختار الشبكه اللي هتربط انا معاها، وبستكمل عمليات الكونفيجريشن البسيطه جدا. طيب هو بيطلب مني ان هنا ايه؟ بيطلب مني الفيديو اللي فات احنا اشتغلنا على البيرنج بير 1 ريجون، يعني البيرنج اللي هو جوه نفس الريجون. الفيديو ده هنشتغل على الجلوبال بيرنج، فهربط شبكه جايه من كوريا مع شبكه جايه من الاس تي اس او امريكا. طيب هنا بيقول لي سمي لي، فاقول له والله ديت فروم هي اسمها الفينت سي. اوكي فينت سي. طيب احنا اتعرفنا على الخيارات ديت اللي هو في حاله ان انا احتاج اقلل الترافيك اللي رايح مني واللي جاي عليا، فبقول له اوكي انا اصلا داخل علشان اعمل كده. طيب هنا هربط مع مين؟ انا هربط مثلا مع انا بالخيار لانه عندي اكتر من شبكه في اكتر من ريجون، فخلينا نربط مثلا مع بي. خلينا نربط مع بي، وهنا هيقول له او هيبقى لينك تو VNet بي. بعد كده هقول له اد، هيروح. خلي بالنا هنا هو راح عمل تو بروسيس. شايفين يا شباب ليه؟ لان احنا قلنا انه البيرنج ده بيبقى في اتجاهين، من والى، من الشبكه اللي انا عايز اربطها والى الشبكه اللي فعلا تم الربط من خلالها والعكس. تمام كده الشبكه ديت اللي هي فينت سي راحت ربطت نفسها مع الشبكة اللي هي VNet B، فيما يعني لو وقفت على شبكة B اللي هي موجودة في ريجون تانية خالص هلاقيها برضو مربوطة مع C. عملت ريفرش كده هلاقي اهي. تمام كده، يبقى دي كده اول حاجة اتعلمناها انه الفينت، او اكدنا عليها، احنا قلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات انه البيرنج بيتم في اتجاهين تو واي. طيب ايه تاني؟ حضرتك لازم تفهم انه البيرنج من ضمن خصائصها ان هي للاسف الشديد non transitive. يعني ايه non transitive؟ اهو نقول البيرنج non transitive. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما يكون عندي شبكة في كندا وادي عندي شبكة في الهند، عندي شبكة تانية في كوريا مثلا، ورحت عملت بيرنج بين الشبكة اللي هي من كندا للهند في اتجاهين بقى خلاص زي ما اتعلمنا، وبعد كده عملت من الهند لكندا،
خلي بالنا يا شباب، ركز شوية. فحضرتك ما تتخيلش بقى إنه علشان في لينك من كندا للهند ومن الهند لكوريا، إنه باي ديفولت هيبقى في لينك من كندا لكوريا. لا، مش هيبقى فيه الكلام ده. ليه؟ لأن هي نون ترانسليف، مش بنفسها بتنقل البيانات، مش بنفسها تروح تعمل فورورد للترافيك. ما ينفعش الكلام. وكان في سؤال شهير جدا في اختبار الايزد ادمن اللي هو 103 مش 104، لان اول ما نزل كان اسمه 103. كان بيقول، انا فاكر السؤال ده كويس جدا لانه كان بيبقى في لخبطه كتيره، انا شخصيا ما حلتوش، يعني خلينا نكون صادقين مع بعض، لانه كان مضلل جدا او حلته غلط. كان بيقول ايه؟ بيقول، خلينا بس نغير القلم ده. بيقول انا عندي، انا عندي ثلاثة فينت، ادي عندي فينت A وفينت B وفينت C، المطلوب تحقيق اتصال بينهم وعدم استخدام جيت واي. ما خدناش احنا لسه الجيت واي، هنتكلم عليها. وباستخدام اقل عمليات بيرنج، اقل عمليات بيرنج. فكنت بتتخيل حضرتك بقى السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه، يعني لو قلنا دي فينت A B C، فكنت بتقول ايه؟ طب ما اروح اعمل من A ل B ومن B ل C، فخلاص باي ديفولت بقى A هتشوف C. لا، ليه؟ لانه نفس السبب اللي احنا بنقوله ده، نون ترانزيتيف. خلاص، يبقى دي تاني حاجه احنا حابين ناكد عليها. تمام كده. علشان نقول انه مايكروسوفت لما بدخل انا اعمل بيرنج بتعمل ايه؟ بتضيف ريكورد، او بلاش ريكورد، مسار. خلينا نقول بتضيف مسار جديد في حاجه اسمها الراوتينج تيبل. طيب ايه هو الراوتينج تيبل؟ خلينا بقى نتكلم في موضوع النهارده. الراوتينج تيبل يا شباب المفروض نكون احنا عارفينه او سمعنا عنه على الاقل. ده جدول، عباره عن جدول كده من اسمه تيبل، بيبقى في توجيه المسارات بشكل ده. فيقول لي والله لو انت جاي من مثلا الفينت اللي اسمها A رايح للفينت اللي اسمها C، يبقى هتاخد المسار الفلاني اللي هو مثلا باستخدام بيرنج. خلاص؟ اوكي؟ لو رايح مثلا لجوجل، طالع انترنت مثلا، رايح للانترنت، تمام؟ لو رايح للانترنت، الواجهة بتاعتك رايح مثلا تعمل براوزنج او وات ايفر، فهتروح الجيت واي بتاعتك اللي هي الراوتر بقى في حالتنا اللي انت بتستخدمه، يعني او النت اللي حضرتك بتستخدمه. تمام، خلينا نقول هنا راوتر او مودم وات ايفر، وهتستخدم الانترفيس اللي هي اللي انت شغال عليها اللي اسمها مثلا 192 168 وهكذا. خلاص، الجدول. يبقى لما اروح اعمل بيرنج بين شبكات سواء في نفس الريجون او في ريجون مختلفه، مايكروسوفت كل اللي عليها ان هي تلقائيا بتروح تضيف المعلومات في الراوتنج تيبل ديت. خلينا نشوفه بعينينا، خلينا نشوفه بعينينا. مش انا عندي لابتوب بشرح عليه وحضرتك عندك لابتوب بتتابعني عليه او ديسكتوب وات ايفر؟ احنا ممكن نشوف الراوتنج تيبل بتاع اللابتوب ده. مش انا طالع نت او رايح يعني وجهتي هنا او هنا، يبقى عندي انا كمان راوتنج تيبل. ايوه، طب اشوفه ازاي؟ اهو، لو رحنا كده للسي ام دي، خلينا نكبر شويه كده شباب، محتاج افهم او اعرف الجدول الراوتنج تيبل بتاعي. فهقول له راوت برنت
هيبدأ اهو اي بي فيرجن 4 راوت تيبل الخاص بي انا. حضرتك ممكن تشوفه في جهازك، وعلى فكره ممكن كمان تعدل عليه، ولكن مش قصتنا. يعني ببساطه شديده جدا اهي، زي ما احنا قلنا الديستنيشن لو انت رايح اي مكان باستخدام اي نت ماسك اللي هو الانترنت، يعني هنا ادي الجيت واي بتاعتك، وادي الانترفيس اللي حضرتك طالع عليه، وهكذا. خلاص كده يا شباب؟ تمام. هل احنا قلنا خلاص عرفنا انه عمليه البيرنج دي بتتم من خلال الراوتنج تيبل، تمام. وزي ما انا اقدر اعدل على الراوتنج تيبل ده، احنا لسه قايلين انه انا اقدر اعدل على الراوتنج تيبل ده. طيب هل هقدر اعدل على الراوتنج تيبل اللي بتعمله لي مايكروسوفت لما بنروح نعمل بيرنج؟ ده محتاج شويه تفصيل، اللي هو خلينا كده نروح لمكان تاني ونقول انه في حاله اني بعمل بيرنج بينشأ تلقائيا جدول توجيه انا ماليش دخل فيه، وده بيتسمى او اسمه السيستم راوت، ومن اسمه ده يا شباب سيستم ماليش علاقه بيه، مش انا اللي بعمله، السيستم هو اللي بيعمله تلقائيا في حاله ان انا حبيت اعمل بيرنج او حتى جيت ويا شباب او في بي ان او اكسبريس راوت وات ايفر، اي عمليه كونكتيفيتي بطلبها بيروح تلقائيا يسجل البيانات فين؟ في الجدول اللي احنا اتكلمنا. خلاص تمام، ادي اول نوع. تاني نوع اليوزر بقى. تاني نوع اللي احنا نغير لون القلم، اليوزر ديفاين راوت واختصاره يو دي ار. لو جالك في اي امتحان او يعني حبيت تستزيد في المعلومات، ادي اختصاره اهو يو دي ار. ده بقى ماله؟ ده اللي اليوزر من اسمه بينشئه هو علشان يحول المسارات على كيفه، يفصل مسارات ليه هو. بمعنى ايه بقى؟ علشان نفهم لازم ناخد مثال. طيب تعالى ناخد مثال من الحياة، حضرتك شغال نتورك ادمنستريتور، خلاص تمام، والطلب منك انه والله في ويب سايت بتاع الشركة اللي احنا شغالين فيها هنعمل له بابلش، فلو سمحت عايزين بقى شغلك ريجل اي بي معين، ومش عارف تفتح لنا بورت مش عارف كام والكلام ده كله، تمام. بعد ما عملت القصة دي، وبعد ما الشركة قامت وبدأت تبيع وتشتري من خلال الويب سايت بتاعها أو الويب أبليكيشن بتاعها اللي حضرتك ساهمت في إن هو يتعمل له بابليشر، بعد مدة كده اكتشفتوا إنه في أتاك جاي على السيرفر بتاع الويب. خلاص؟ هتقولي ده مش شغلي، ده شغل السكيورتي. أقول لك أيوه، ولكن كلنا مع بعض كتيم بنتضرر. طيب علشان نتفادى المشكله دي كنا بنعمل ايه، او من المفترض ايه اللي يحصل؟ هقول لك المفترض ايه اللي يحصل. هنتخيل ان السيناريو هكذا، ادي الانترنت، وادي اليوزر اللي طالع انترنت علشان يروح ياخد السيرفيس. خلاص تمام. فبدي هنا حاطط فيها سيرفرات، ادي سيرفر 1 وادي خلينا نقول مثلا الاكستشينج بلس سيرفر 1 اكستشينج، وادي سيرفر الويب بتاعك. فانت عندك هنا ويب ابلكيشن ويب سايت ايا كان اللي احنا اتكلمنا عليه اللي لسه معمول له اتاك. حلو، اليوزر راح طلب ريكويست من خلال الانترنت، جميل. الانترنت راح محوله فين؟ على الويب، صح كده؟ طب ما كده اليوزر دخل الشبكه كلها، صح؟ هتقول لي ايوه بس في فاير وول هنا في النص
أهو هقول لك ماشي. ما هو انت مطالب ان انت تفتح بورتات على الفاير وول ده علشان يعدي اليوزر، وبالتالي برضو هيعدي الترافيك اللي جاي من الويب سيرفر رايح لليوزر، صح؟ ريكوست جاي من اليوزر، ريكوست طالع من اليوزر عن طريق الانترنت علشان يدخل على الويب ابلكيشن او الويب سايت بتاعك، فانت لازم تسمح له هنا. فبرضو انت كده ما حلتش حاجه، انت بس عملت يعني عملية بسيطة كده من عمليات الإمام باستخدام الفايروول، ولكن أنت عايز نسبة أمان أعلى. أنت محتاج نسبة أمان أعلى، أنت محتاج تعمل عملية فلتريشن للترافيك اللي جاي من الإنترنت وتشوفه، تتحقق منه وتصفيه، وبعد كده لو مناسب بالنسبة لك هتعديه. فكنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل نموذج شهير جدا اسمه الDMZ، صح كده؟ منطقة كده اهو DMZ، منطقة المعزولة بيسموها، وروح جاي حاطط فيها ايه؟ حاطط فيها طبعا هما الاثنين شايفين بعض، يعني المنطقة دي شايفة ديت، عملت بيرنج بقى بينهم، خلاص احنا يعني بنتكلم بالحاجات وفق اللي احنا فهمناه. وكنت باخد الويب احطه في DMZ، تمام؟ ادي الويب بتاعي حطه في المنطقة المعزولة ديت. اليوزر يجي ريكوست فيطلبها منين؟ يحوله على DMZ. فالDMZ هنا يروح عامل عملية الفلتريشن اللي احنا اتكلمنا عنها، يفلتر الترافيك اللي جاي منه ويحلله كده ويراقبه، شافه ما فيهوش اي حاجة عادي فيروح جاي محوله او رادد عليه. طبعا العمليه دي بتاخد ميلي سكند، يعني مفيش بطء ولا حاجه، ولكن هو ده اللي بيتم. علشان كنت تزيد نسبه اماني اعلى واعلى، كنت بروح مستخدم فاير وول تاني هنا وخليه للDMZ ديت ومرتبط طبعا بالفاير وول بتاعي. فبالتالي الريكوست لما يجي من اليوزر هيروح على الفاير وول اللي يحوله لفاير وول تاني اهو، اللي الفاير وول بعد كده يحوله لDMZ، تعمل عملية الفلترة اللي احنا اتكلمنا عليها، وبعد كده تروح رد عليه من خلال الويب. انا عزلت المنطقة ديت اهي، وخليت عملية الاتاك او عملية التخريب او عملية محاولة الوصول للشبكة الاساسية بتاعتي مش مستحيل، مفيش حاجة مستحيل، معقدة جدا، معقدة جدا جدا. يبقى أنا بعمل إيه علشان أطبق المثال ده؟ بعمل أو بلعب أو بعدل في الراوت تيبل، وهو ده اليوزر ديفايند راوت، لأن السيستم إحنا قلنا ما نقدرش نعدل عليه. طب أنا محتاج تعديل فعليا، يبقى لازم أستخدم اليوزر ديفايند راوت او UDR. طيب اليوزر ديفايند او UDR ده ممكن يعدل في الراوت تيبل، خلاص فهمناها احنا. طيب يعدل يعني يوجه المسارات او يوجه الترافيك لفين؟ فمايكروسوفت قالت لي والله انت عندك اكتر من وجهة، انت ممكن توجهه المسار بتاعتك، او طالما انت هتستخدم UDR او اليوزر، خلينا نقول ديفايند او ديفايند بيسموها راوت، ممكن تروح ل يعني ترافيك جاي لك طالب فينت او طالب VM او طالب سيرفيس او طالب whatever، انت ممكن تقول له والله لا، انت لو جيت لي علشان تطلب الوجهه ديت روح ل لفيرتشوال لفينت مثلا تانية، ادي اول خيار، او روح ل اطلع انترنت، ادي تاني خيار، او روح ل VNA او الفيرتشوال نتورك ابلاينس،
هنشتغل عليها ونفهمها، تمام؟ أو روح لنان، وقف الترافيك، اعمل له بلوك. خلاص، ادي خيارات اليوزر ديفاين روت. اتمنى يكون الجزء النظري بالنسبه لنا واضح، ولو مش واضح في الجزء العملي في الفيديو القادم ان شاء الله هنفهمه بشكل ان شاء الله بسيط جدا. لازم كنا نعمل المقدمه ديت علشان بعد كده هنشتغل الشغل اللي هو بيسموه بقى ايه، احنا كل اللي فات ده كنا يعني بنحاول نفهم، اللي جاي الموضوع هيختلف شويه لانه هنبدا نتكلم في الجيت واي، في الاكسبريس راوت، وفي الفي بي ان، وفي الحاجات ايه يعني، هي مش صعبه ولا حاجه، لكن هتتطلب اساس من الفهم واساس مش هين علشان اقدر اني استمر. فاتمنى يكون الفيديو ده غطى جانب كويس من المعلومات اللي ممكن بعد كده نمشي من خلالها في الفيديوهات القادمة. آسف لو كنت طولت عليكم. إن شاء الله الفيديو القادم هنشتغل على اليوزر ديفايند راوت أو اليو دي آر بإيدينا ونفهمه أكتر. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.